في إطار تحركات ديال جمعية وسطاء مسميتهم في المغرب، فملف وسطاء التأمين ولا معروف لدى الرأي العام والمهنيين، بحيث أننا حاولنا نرفع واحد الحيف، واحد الضم اللي كتعاني هذه المهنة، واحد تعسفات كثيرة من عدد من المتدخلين، واللي اليوم كان آخر مستجد فيه هو الاجتماع الأخير اللي كان يوم 10 سبتمبر 2020 مع لدى مقر وسيط المملكة بالرباط كمؤسسة دستورية، اللي استطعنا الحمد لله أننا ندير واحد الحوار، واحد جلسة تسوية في إطار البحث اللي كيقوم به هذه المؤسسة من أجل الوقوف على العديد من المشاكل اللي كتعاني معها هذه الفئة ديال الوسطاء، واللي احنا مرتاحين فيه من ناحية الخلاصات اللي دارت أرضية ديال التوافق من أجل نوجدوا قنوات حوار مع الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اللي إن شاء الله غنشتغلوا عليها في القريب العاجل، وغنحاولوا نتواصلوا معهم كجمعية مهنية ديال هذا القطاع اللي كتحمل في الهم ديالها أنه نردوا الاعتبار ونحاولوا أن هذه المهنة تخدم في ظروف أحسن اللي كتعاني حاليا، اللي الكل كيعرفها سواء القاصي أو الداني. هذا الملف الحمد لله هذا النجاح اللي وصلنا ليه هو مجهود كبير ديال الجمعية بيان سور والأعضاء ديالها، ولكن أيضا بالمستوى اللي تعاملت به مؤسسة وسيط المملكة، اللي منذ فدنا عليها أول مرة وحطينا تظلم ديالنا كان لها واحد عامل مهم باش يوصل الملف لهذا المستوى، ويكون هذا التواصل ما بين الهيئة والهيئة الوصية وجمعية وسطاء مسمى التأمين. من جهة أخرى فملف وسطاء التأمين فهو معروض على العديد من المؤسسات المغربية اللي كانت تسناو هي تقوم بالدور ديالها في المساعدة في الحل ديال هذه المشاكل، اللي منها مجلس المنافسة مازال حنا كنتسناو تفعيل ديال الأدوار ديالو، عنده أكثر من ثلاثة الإحالات، إحالة في إطار التنازعي الأولى في 2019 في شهر 5 اللي كتهم منافسة غير مشروعة والتواطؤات ديال شركة التأمين، المنافسة غير الشريفة اللي كتمارس مع القطاع البنكي، المنافسة غير مشروعة مع القطاع البنكي، المنافسة غير مشروعة اللي كتمارس الانترنت، وغيرها وغيرها من هذه النقاط. دونك نتمناو ان شاء الله، احنا مازال ما عندناش مستجد على هذا الملف فين وصل التحقيقات وغيرها، اللي عندنا هو انه بدا التحقيق ولكن فين وصل ما عندناش فكره. وايضا كاين احاله على ما يقع في التامين على الحياه، وايضا التواطؤ الاخير اللي وقع في شركه التامين سواء في اطار التمديد اللي كان في البدايه ديال الكونفينمون مع وباء كورونا، وايضا التواطؤ الاخير ديال الفرانشيز اللي عنوا عليه جميع شركات التامين بشكل مفاجئ وفي نفس التوقيت 25 غشت 2020. بالاضافه لمجلس المنافسه كمؤسسه دستوريه، كاين ايضا البرلمان المغربي اللي كانت عنده الجمعيه باش تعرض عليه واحد الحيف اخر اللي كيمس هذه المهنه هذه، اللي هو الحيف ديال ان جميع المهن الحره في المغرب لها هيئه مقننه اللي كتحميها كتضمن لها الاستمراريه، الا المهنه ديال وسيط التامين فهي ما زالت في اطار جمعيات، وهذا ما يمكنش يستمر، خصوصا اننا كنجيرو في واحد القطاع من القطاعات الحيويه والمهمه، واللي خص يكون ضباط القانون مهم والشركاء عندهم نفس القيمه بالنسبه للدوله المغربيه. فلهذا كان عندنا لقاء مع فرق برلمانيه عديده اللي كنشكرهم بالمناسبه، واللي كان عندنا واحد التوافق تقريبا شي باجماع من جميع الشركاء ديال اللي رحنا معهم حزب سياسيه في المعارضه وفي الحكومه، من اجل فعلا دفع بتاسيس هيئه وسطاء التامين في المغرب، واللي ان شاء الله كنشتغلوا عليه حاليا، وغيكون في الدخول البرلماني المقبل هذا الملف من الملفات المهمه بالنسبه لنا، وغيكون محل متابعه من الجمعيه واللجان القانونيه اللي كتبع هذه الملفات. بالمقابل كيبقى واحد الشق في هذا الملف اللي هو تا هو مهم، هو الشق ديال المتابعات بالقانون الجنائي او القانون الجنائي ديال ما يسمى بتهمة خيانة الأمانة، التهمة اللي تلصقات الوسطاء سنوات هذه ظلما وعدوانا من طرف شركة التأمين، ملفات عديد منها كلها إلا نقول أغلب وين نقول كلها مزورة، لأن النزاع في الأصل هو تجاري وخصو يتعرض محكمة تجارية، كنلقاو تزويف المعطيات والمستندات اللي كتعتمد بها في ملفات. لهذا كان عندنا واحد الشكاية ترفعت للرئاسة النيابة العامة في الرباط لعدد كبير من الوكلاء، وللأسف الشديد باقي ملفات تفتح رغم ذاك اللقاء اللي تم في شهر 7 المخت الكذب في شهر 7، وكان مهم وعرضنا فيه المشاكل اللي كنعانيو منها واللي كتدمر الاستثمارات ديالنا وكتحول وسيط التأمين من مستثمر مغربي الى مجرم وكداعم المستقبل ديالو. هادشي كنرفضوه وكنرفضوا
تماما، وحنا درنا مجهود في الاساس، وكنتسناو الدوريه تصدر في القريب العاجل، لان باقي كتحركوا متابعات للاسف الشديد، رغم ما قمنا به وما فضحنا من خروقات اللي كتكون في هذه المساطير ديال هذه الملفات، والهدف منها فقط هو السطو على المستحقات التجاريه والسطو على الممتلكات، واللي نقدر نقول هو كنوليو كنمسوا بالحريه ديال المستثمرين، وهذا كيسيء السمعه ديالنا كتجار وكمستثمرين. كنتمنوا اننا ما نبقاوش نشوفوه في اقرب وقت ممكن، وكنتمنوا التفعيل ديال الادوار ديال النيابه العامه في هذا الاساس، وكنتسناو الدوريه باش تحمي المستثمرين ديال قطاع وسط في التامين. بنفس الاطار كنا عطينا واحد الطلب اللي كنتسناو مازال الرد ديالو على محكمه النقد في هذا الاتجاه، لان كاين احكام للاسف الشديد بهاد المشاكل ديال التزوير اللي كيوقعوا في المستندات اللي كتقدم شركه التامين، ولا شي مفضوح على جميع الوسطاء، كنلقاو احكام متناقضه للاسف كتصدر ما بين محاكم تجاريه وجنحيه، وهذا خصو يتوضع عليه حد. ولهذا حتى حنا كنقولوا بان لا محكمه النقد كسلطه عليا اللي مسؤوله على توحيد الاجتهادات القضائيه وتطبيق سليم القانون من طرف المحاكم المغربيه، ولا النيابه العامه كنطلبوا منها انها تساعدنا في هذا الاساس باش نخرجوا ان شاء الله بنتيجه في هذا الملف حتى هو اللي كيمس الاستثمارات ديالنا. اخر نقطه غنشير لها في هذا التقديم وهذه الخلاصه، فمؤخرا كان واحد المشكل ديال لي تريبورتور اللي تحولوا شركه ديال التامين، رفضوا انهم يامنوا هذا الخطر هذا، وعطوه فقط لشركه ديال لاكات، وكاينه تعاضديه لاماتو اللي حاليا كتامن هذا التيار الاخطر، هذا ولا بحال تامين حصري، وهذا كيضرب المستهلك المغربي. وحنا كجمعيه تعاملنا مع بواحد النضج، فرسنا هاد المؤسسات بجوج باش يراجعوا الشراكه اللي بيننا وبينهم، ونحميو المؤمن لهم، لان باش تكون كتامن في واحد الشركه وما تبقاش تتعامل معاك وتمشي عند شركه اخرى وما كاينش حتى علاقه بينك وبينها، فغيولي المؤمن له كيدور في الشارع كيقلب اللي يامنه. هذا مشكل ما فهمناش الهيئه الوصيه علاش مازال ما دخلتش فيه. فالجمعيه حاليا راسلتهم كمؤسستين، سوالا كات سوالا ماتيو، كنتسناو الرد ديالها، عندهم واحد الاجل ديال 15 يوم. الا كان شي كنتمنوا يكون ان شاء الله شي تجاوب في هذا الاطار باش نصوفيو العلاقات بيننا وبين الزبون المغربي، ونطوندو نشوفوا هذا المشكل والتاثيرات ديالو على المصالح ديال وسطاء التامين. الا ما كانش شي تجاوب راه حنا غادي نجتمعوا غادي نقرروا قرارات احاديه اللي كنتمنوا ما نوصلوش ليها، ولكن الا دعت الضروره راه غنكونوا فيها.